في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 70، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة لعام 2022 بأكاديمية الشرطة، وذلك بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات. في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 70، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2022 بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة وإعلاميين وصحفيين ورياضيين وأسر الشهداء وضباط من أوفوا العطاء، إضافة إلى قيادات وممثلي قطاعات وزارة الداخلية. يا بلدي فاكر مش نسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك إيه، تستاهلي ياللي وقفت جنب كل خير. بشكر السيد الرئيس والسيد وزير الداخلية على ثقتهم بأسر الشهداء، ودايما ما بينسوناش في كل المناسبات. بحس إن أنا في وسط ولادي وإن أنا ما فقدتش ابني، كلهم ولادي وكلهم بيسألوا علينا، والوزارة ما يعني ما بتسيبناش في أي مناسبة الصراحة، بيفتكرونا في كل المناسبات. وليا شرف وفرحة كبيرة قوي إني أبقى موجود في وسط ولاد بلدي اللي مسؤولين عن حمايتنا. ألف مبروك على العرس الجميل والاحتفالية الجميلة بعيد الشرطة، وكلنا لازم فعلا نحتفل ونساعد رجال الشرطة زي ما هما بيساعدونا وتعبانين معانا. قدمت للحضور عروض متنوعة منها ميدان الجبال والفروسية وعروض الكلابة، فضلا عن العروض الموسيقية. اصطفت في أرض طابور العرض المركبات والأجهزة والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الشرطية المتنوعة. على حسن الاستقبال وعلى العرض الرائع اللي اتعمل، حاجة مميزة جدا لأي حد، وأي حد يتمنى انه يبقى موجود. السيارات الحديثة لقطاع الأحوال المدنية التي تعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة كانت حاضرة في المعرض بتجهيزاتها المتطورة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين، حيث تدعم تلك السيارات خدمات الأحوال المدنية في أي مكان على مستوى الجمهورية، خاصة المدن الجديدة. كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ومعرض لمنتجات قطاع الحماية المجتمعية الذي يضم منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. أجواء احتفالية سادت المعرض، حيث اعتلى الحضور مركبات الشرطة وشاهدوا التكنولوجيا المتطورة وتبادلوا الأحاديث مع رجال الشرطة وأثنوا على جهودهم وتضحياتهم لحفظ الأمن والاستقرار، كما التقطوا الصور التذكارية معهم. تحيا مصر عقيدة بيها مؤمنين، تحيا مصر وابكي على مر الزمان، شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. وكلنا فرحانين، احنا جينا أكاديمية الشرطة ولعبنا وبسطنا كلنا مع الضباط. اتصورت مع الضباط، اتصورت معاهم وركبت الموتوسيكل وركبت العربيات، وكنت انا فرحان قوي يعني النهارده. مبسوطين جدا، كان يوم جميل قوي النهارده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وهم طيبين، وبنحترمهم جدا وبنحبهم جدا، ويا رب يقويهم على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه. الحفلة نفسها مبهجة للناس، وبتبين قد ايه الشرطة بتعمل مجهود وبتحاول تتواصل مع كل فئات المجتمع. كنا على العهد ووقفنا بثبات، عشان بلدنا احنا نعمل معجزات. بلدنا دي اللي لينا وأغلى حاجة فينا، دي النهجة بتلاقينا. ويعكس عرض التكنولوجيا الأمنية مدى التطور المتواصل الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية لتلبية متطلبات العمل الأمني بما يواكب تطلعات وآمال المواطنين في وطن آمن وخدمة حضارية. على عهد بائي، على عهد بائي، عشانك يا مصر وتحيا يا مصر كل وقت وكل حين. تحيا مصر وجدي على مر الزمان، شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. الشرطة
طيبين وتحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين وتحيا مصر. احنا شاطرين جدا وشاطرين طيبين. كل سنة وكل الشرطة طيبة. كريم حلو قوي قوي وتحيا مصر. معرض عيد الشرطة يضم كافة التجهيزات والمعدات والمركبات التي تستخدمها وزارة الداخلية في أداء المهام الأمنية المتنوعة، وهو يجسد معنى التطوير الذي تشهده الوزارة على طريق أداء المهام الأمنية باحترافية كاملة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.